وكان سيدي النبي صلى الله عليه وسلم لتنيح الدعيات وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، يعني لتطلب ربي سبحانه وتعالى أديسي رزق ربي القلب كان سليم، القلب نقي، أي نقي يعني الشركيات، زغ الشهوات، زغ المعاصي، زغ الكبائر. أشكو القلب أليسكر الذنوب شقاني أتي قدر يسكر الشرك، الرياء، النفاق، الحقد، الحسد، الكبر، يعني القلب راك ديوي العداد المصايب. وكان مسلم أيما ما أمكان يسنقي القلب الناس. يشكل في سيدي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي حت سقسان الصحابة ينظرنا الناس ما تغوانا يقال حنا خير منه، إن يسمى كل مخموم القلب صدوق اللسان. لأن الصحابة نسمى يقال صدوق اللسان، يعني وانا التنين لجماعة إصحان المعقول، ولكن ما يقال مخموم القلب. إن يسمى التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد، يعني القلب نقين، القلب لحل التقوى، لحل الخوف من ربي سبحانه وتعالى، لحل اللي الظلم، لحل اللي الحقد، لحل اللي الحسد. هنغوانا وانا الدليل القلب هذا أتاني تبقاح لخير لخير منه. وكان القلب نكي حقائك أتي بطبيعة الحلوة لك رايك صادق رتينيت إيواليون الصدق دي إيواليون وفولكي.